السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. دلوقتي ان شاء الله احنا عايزين بس ايه نتناقش سوا كده مع بعض في توبيك اسمه كاونتر، بيزد على حاجه اسمها جي كي فليب فلوب. ايه بقى موضوع الكاونتر ده؟ تعالى نشوفه مع بعض كده على البروتوس. اوكي، يعني كاننا ايه نشرحه كده عشان نشوفه هو بيعمل سيميليشن كمان بالمره، نفهمه كويس قوي. دلوقتي انا في عندي كومبوننت جديد هروح اعمل له بيك اب، تعالى نتناقشه فيه سوا دلوقتي، اسمه جي كي فليب فلوب. تمام، فانا عملت سيرش على جي كي اف اف اهو مثلا، جبت ده ماشي. بلاش ده دلوقتي علشان بيبقى فيه تفاصيل اكتر، اللي هو خلينا شغالين على اللايبرري الاكتف جي كي فليب فلوب ده ماشي. طب ايه بقى حكايه الجي كي فليب فلوب ده؟ تعالى كده نحطه سوا هنا اهو ونبتدي نتكلم فيه. الجي كي ده زي ما انت شايف كده هو له اتنين انبوتس اسمهم جي وكي، وله انبوت كمان في النص كده اسمه كلوك، وله اوتبوت اسمه كيو وعكسه كمان، يعني لو حبينا ناخد الكيو بار. طيب الجي والكي دول بالظبط كده عاملين شبه السات والريسات في الاس ار لاتش يا جماعه. يعني دلوقتي انت لو كانت الجي دي بالظبط هي السات والكي هي الريسات بالظبط، يعني انا لو خليت الجي هي اللي ب1 والكي هي اللي ب0، ده ساعتها الاوتبوت هيبقى السات، يعني الاوتبوت هيبقى ب1. لو خليت الجي هي اللي ب0 والكي هي اللي ب1، ده معناه ان الاوتبوت بتاعي هيبقى بكام؟ الاوتبوت بتاعي هيبقى ب0. يعني تعالى كده حتى نتناقش فيها سوا اهو، تعالى يعني علشان تحسوا بيها اكتر. انا هروح دلوقتي اجيب ايه؟ هجيب اللي هو لوجيك ستيت اهو، خلينا نتكلم فيه بالمنظر ده كده. مثلا هحط لك لوجيك ستيت اهو بالمنظر ده اهو كده، وهحط لك كمان لوجيك ستيت هنا اهو. تمام، وخلينا نشوف الاوتبوت بتاعنا هيطلع عامل ازاي. طيب انا دلوقتي، طب بالنسبه للكلوك بتاعي ده، الكلوك بتاعي ده بقى هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اصلا هو مش هيشتغل، يعني الجي كي فليب فلوب ده مش هيشتغل الا لما تخش له هنا ايه، تخش له هنا بالس. طب انا هدخل له البالس ده منين؟ ممكن اروح اجيب له دلوقتي كده من التيرمينال، سوري، من السورسز بتاعتي اهي، من الجنريتور مود اجيب له بالس. البالس دي احطها له هنا اهو بالشكل ده كده، وابتدي ان انا ادخلها له. طب انت عايز البلسات بتاعتك دي تكون ايه؟ تكون 0 1، اللي هي افتكر معايا ال 0 ده كان 0 فولت، وال 1 ده اللي هو 5 فولت. فهو ال 1 ده انا محتاج بس اعدلها اخليها 5 فولت علشان يحس بيها. بفريكونسي كام؟ بفريكونسي 1 هرتز. ماشي، مفيش مشكله، يعني كل هرتز هيحصل تغير. طيب بصوا كده يا جماعه ايه اللي هيحصل. لو حبينا ان احنا نتفرج على الاوتبوت بتاعنا هنا هيبقى عامل ازاي، ممكن ان انا اشوفه على سكوب مثلا. يعني انا ممكن اجيب اوسيلسكوب دلوقتي وابتدي ان انا اتفرج على الاوتبوت بتاعي. اوكي، او ممكن اجيب لد يعني واتفرج. خلينا نجيب لد، بيبقى شكلها ازرق. اوكي، خلينا نجيب اهو لد علشان نشوف كويس اهو بالمنظر ده كده. ادي لد، تعال نوصلها هنا وابتدي ان انا اعمل لها ايه، تيرمينال من الناحيه الثانيه بالجراوند اهو. تعالى في الكومبوننت مود اجيب له جراوند واحطها هنا ايه. تعالى كده نتفرج. لو انا دلوقتي ايه، لو انا دلوقتي عملت رون اهو بالشكل ده، انا مدخل لها 0 0 0 0. يعني 0 0 يعني هي انيشيالي الكيو كانت ب 0 فتظل نو تشينج، هتظل 0. طب ايه رايك لو انا خليت الجي ب 1؟ الجي ده افتكر معايا ان هو كانه زي السات بالظبط. لو خليته ب 1 ايه اللي هيحصل؟ لو خليته ب 1 الكيو بتاعتي هتبقى بايه؟ هتبقى ب 1. بص كده اللي هيحصل، بس خد بالك الاستجابه هتحصل امتى؟ لما الكلوك تحصل ماشي. يعني اهو هخليها ب 1. بص استنينا شويه، انت اخد بالك استنينا شويه، اللمبه ما نورتش على طول. هي هتبتدي تستجيب لما البلس تحصل، يعني لما يبتدي البلس تبتدي تطلع في التريجر بتاع البلس، في البوزيتيف ايدج، في الرايزنج ايدج، في الطلعه بس هي بتستجيب، وبعدين بتكمل عادي جدا. ايه رايكم يا جماعه لو رجعت طفيت تاني الجي اللي هي 0 0 هيحصل ايه؟ ما هو 0 0 يعني نو تشينج، يعني هنظل على اخر وضع احنا كنا عليه. طب ايه رايك لو شغلت الكي دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ بص كده استنينا شويه قبل ما البلس تيجي، ابتدينا نستجيب ان احنا عملنا ريسات. طب ولو قفلت هنا ايه اللي هيحصل؟ ان هنا هنظل نو تشينج. طب ايه رايك لو حطينا 1 1 بقى؟ لو حطينا 1 1 بيحصل ايه؟ في الاس ار لاتش كانت ال 1 1 دي في السات ريسات ما ينفعش، كانت بتبقى حاجه انفاليد وبيحصل زي ما يحصل، ده ممكن يحصل سات ممكن يحصل ريسات، ما ببقاش ضامن. لكن هنا في الجي كي بقى، في الجي كي لا، بيحصل حاجه اسمها توجل. توجل يعني ايه؟ يعني اللمبه هتفضل تغير من الوضع بتاعها كل ما يجي بالس من الكلوك. فدلوقتي انا اهو لو حطيت لك الجي والكي ب 1، بصوا كده يا جماعه اللي هيحصل، على كل بالس من الكلوك اللمبه هتبتدي تعمل ايه، او اللاد هتبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يغير الوضع بتاعه، يعمل توجل. فيبقى اذا ده الجديد في الجي كي فليب فلوب او الجي كي لاتش، ان هو بيعمل ايه؟ ان المود ال 1 1 فيه، ال 1 1 ده كان مش انفاليد بقى دلوقتي، هو كان انفاليد في الاس ار لاتش،
لكن دلوقتي لا، هو valid عادي وبيعمل function جديدة اسمها change أو اسمها toggle، اللي هو عكس النو تشينج. لا هو بيشوف انا كنت ايه واغيره، انا كانت اللمبه مطفيه تنور، كانت منوره تطفي، وهكذا. طيب عايزين بقى نستغل اللي هو الابلكيشن الجديد ده بتاع الجي كي، وان احنا نعمل بقى بيه شغل. طب يا ترى ايه الشغل بقى اللي هيحصل بيه؟ تعالى نمسح اللمبه دي دلوقتي، تعالى نمسح برضو جراوند، ونشوف بقى احنا هنستغل الموضوع ده في ايه. احنا هنستغل الموضوع ده ان احنا نعمل كاونتر بقى. يعني طب ايه بقى موضوع الكاونتر ده؟ انا دلوقتي لو جبت اللي هو الجي كي بتاعي اهو بالمنظر ده كده، تمام، بس سيبك من البالس دي دلوقتي، همسحها دلوقتي. بس جيت كررت الجي كي ده كذا مره، يعني خدت ده كده، خدت البلوك ده كله كوبي، وابتديت ان انا احطه هنا كمان، اوكي، وابتديت ان انا احطه هنا كمان، يبقى انا كده بقى عندي ايه؟ بقى عندي ثلاثه جي كي، وكلهم انا حطيتهم على مود الايه؟ على مود التوجل. يعني كلهم انا حطيت ان الجي والكي بتاعتي تكون 1 1، كله عمال يغير. طيب خليت اللي هو اول جي كي فليب فلوب، اول جي كي ادخل له البلسات بتاعته اهو، يبقى انا هدخل الاول على اول جي كي فليب فلوب البلسز بتاعتنا. طب كانت فين البلسز؟ اهي، يبقى انا هقوم مدخل على اول جي كي، اول واحد بس هدخل له بلسز اهو. طب البلسز دي تفتكر بس معايا كده، احنا كنا بنظبط لازم دي تكون من 0 ل 5 فولت، فريكوانسي بتاعها خليها 1 هرتز، مفيش مشكله. طيب وبعد كده ايه اللي هيحصل بقى؟ بص كده ايه اللي هيحصل. شايف بقى كل كيو بار، كل كيو بار انا هخليها تبقى هي الكلوك بتاعت مين؟ بتاعت اللي جاي. يعني الكيو بار بتاع الفليب فلوب الاولاني يبقى هو الكلوك بتاع التاني، الكيو بار بتاع التاني يبقى هو الكلوك بتاع التالت، وهكذا. يعني كأن كل واحد بيسلم التاني. طب وبعدين فين الاوتبوت بتاعنا؟ كده كده احنا الاوتبوت بتاعنا بناخده منين؟ من الكيو هات. يعني كده كده اصلا الكيو هات بتاعتي اللي طالعه دي كده هي الاوتبوت. طيب هنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه؟ ايه اللي انا استفدته بقى من الاوتبوتس دي كلها؟ يعني تعالى نتفرج على الاوتبوت ده والاوتبوت ده والاوتبوت ده ايه اللي هيحصل. طب هتفرج عليها ازاي؟ تعالى نتفرج عليها على اوسيلسكوب. ادي اهو هجيب لك دلوقتي سكوب بالمنظر ده، ادي اوسيلسكوب اهو له 4 شانل. خلينا نقول مثلا ان التشانل الاولانيه خالص دي انا عايز اشوف فيها البلصات اللي داخله اللي كانت بتردد 1 هرتز، وعلى التشانل اللي تحتيه انا عايز اشوف الاوتبوت الاولاني، وهنا انا عايز اشوف الاوتبوت الثاني، وهنا انا عايز اشوف الاوتبوت الاخير، تمام بالمنظر ده. تعالى نعمل ران كده ونتفرج نشوف الاوسيلسكوب هيعرض لنا ايه. تعالى كده واحده واحده، لو ابتديت ان انا اظبط الوضع شويه، تعالى نظبط التايم شويه عشان نعرف اتفرج اهو بالمنظر ده كده، تمام. خلينا ايه نتفرج اكتر، اهي بقت حاجه بالمنظر ده، اوكي. لو انا جيت دلوقتي ايه بصيت لك كده واحده واحده، انتم ملاحظين يا جماعه؟ انا ملاحظ ان اول اللي هو اول واحده خالص، اول سيجنال خالص اللي هي الصفرة دي اللي هي كانت الكلوك، هتحس انها هي عباره عن بلسز، بلسز كده بالمنظر ده. تعالى حتى نبتدي ان احنا نظبطها اكتر كده، انا هخليهم لك كلهم على الدي سي علشان ما تشوفش الحته بتاعت الترانزيانت اللي انت شايفها قدامك دي، تمام. يعني هظبطها لك اكتر اهي بالمنظر ده، يعني بقت شكلها كده الطف شويه. تعالى كده نتفرج، لو خدت بالك، لو خدت بالك كده للبالسز اللي كانت موجوده فوق، البالسز دي ليها تردد معين. انا عايزك تلاحظ كده الفرق ما بين الموجه الصفراء والموجه اللي تحتيها. هتحس ان الموجه اللي تحتيها ان الفريكوانسي بتاعها بقت ايه؟ بقت النص. ان هنا عقبال ما دي عملت تو بالسز، هنا عملنا بالس واحده بس. فبالتالي انت كل ما بتنزل خطوه تحت، بص الفريكوانسي بيقل للنص. يعني اللي فوق دي لو كانت التردد بتاعها مثلا 1 هرتز، يبقى اللي تحتيها دي التردد بتاعها هيبقى نص هرتز، اللي تحتيها هتبقى ربع هرتز، اللي تحتيها هتبقى 1 على 8 هرتز. يبقى انت اول استفاده عندنا من الجي كي فليب فلوب ان انا لما برصهم بالمنظر ده كده، انا ببتدي ان انا احصل على حاجه اسمها فريكوانسي ديفايدر. يعني ابتدي ان انا ادخل فريكوانسي معينه واحصل على النص والربع والثمن ويمكن 1 على 16 كمان منها لو انا كنت كملت وحطيت جي كي فليب فلوب رابع كمان. طب هل انا اعمل كل ده عشان خاطر بس ان هو يعني ان احنا نعمل فريكوانسي ديفايدر بس؟ قال لك لا، احنا في حاجه كمان هنستفاد بيها. طب ايه بقى الحاجات كمان دي؟ بصوا كده، انا وقفت السيميليشن، انا عايزك تلاحظ حاجه. بص كده في الحته الاولانيه دي، او مثلا تعالى نشوف في الحته دي كده، في الحته دي بص هنا كانت يعني سيبك من الموجه الصفراء اللي فوق خالص، تعالى اتفرج على الاوتبوتس بتوعنا. الاوتبوتس بتوعنا كانوا عاملين ازاي؟ كانت عامله ان هي 0 1 0 1 0 1 وبعدين 0 0 1 1 0 0 1 1 بعدين 0 0 0 0 1 1 1 1. انتوا اكيد الموضوع ده فكركم بالترو ستيبل.
يعني انا لو خدت الرسمه دي كده لفيتها 90 درجه، على فكره هتبقى هي ترو ستيبل. طب انا كده استفدت ايه؟ لا بص كده، شايف اللحظه الاولانيه دي عند البلس دي، اللحظه الاولانيه دي قيمه الاوتبوت بكام؟ 0 هنا و0 هنا و0 هنا، 0 0 0 يا جماعه بالباينري اللي هو بيساوي كام بالديسيمال؟ ده بيساوي 0. طب بص كده في البلس اللي بعديها بقت بكام؟ بقت 0 0 1. ما 0 0 1 ده يعني ايه؟ يعني اللي هي بتساوي 1 بالديسيمال. طب بص اللي بعديها 0 1 0، ده اللي هي رقم 2 بالديسيمال، 0 1 1، دي اللي هي رقم 3 بالديسيمال، بعدين 1 0 0 يعني 4، 1 0 1 يعني 5، بعدين 1 1 0 يعني 6، بعدين 1 1 1 يعني 7، وبعدين رجعنا تاني 0 0 0. يعني نفهم من كده ان احنا نقدر نستغل السيت اب اللي انا عامله دلوقتي ده ان هو يشتغل ككاونتر بيعد من صفر لكام؟ من صفر لسبعه. حتى بص كده تعالى علشان تحس بالموضوع اكتر غير الاوسيلسكوب، انا تعالى اوريهولك على شاشه، يعني هجيب لك كده 7 سيجمنت، هجيب لك شاشه تبتدي تعرض لك الموضوع ده. اهي مثلا شاشه زي دي، بص كده ايه اللي هيحصل لو جبت لك الشاشه دي كده اهي، وابتديت طبعا خد بالك الاوتبوتس دي بالترتيب كده، هي الاوتبوت اللي على اليمين خالص ده، اللي على اليمين خالص ده المفروض بيكون هو اول جي كي فليب فلوب عندنا اخد بالز. هو مين اول جي كي فليب فلوب اخد بالص عندنا؟ هو اللي موجود على الشمال. يبقى اذا هو بالترتيب كده اهو، اللي على اليمين ده هبتدي ان انا اوصله بالكيو دي اهي، تمام اهي وصلته بالكيو دي، وبعدين اللي بعديها بالكيو اللي بعديها اهي بالمنظر ده، تمام، بعدين اللي بعديها خلاص كده، استنى لسه ما توصلتش اهي، هتبقى بالشكل ده اهي، تمام، وبعدين اللي بعديها بالكيو اللي بعديها اهو، جميل اهو بالشكل ده. طب واللي بعديها ممكن انا كنت احط كمان كيو يعني، تمام، بس هي مش موجوده عندنا، فلذلك انا احطها بزيرو. زيرو يعني ايه؟ زيرو يعني ابتدي ان انا احطها جراوند، او ممكن ابتدي ان انا اجيب لوجيك ستيت واحطها ايه، واحطها هنا بزيرو على طول، ما دي كاننا بالظبط انا حاطط جراوند يعني، تمام. طيب خلينا كده نعمل ران، انا عايزك تتفرج كده اللي هيحصل. بصوا كده، واحد اثنين بعيدا عن الاوسيلوسكوب، ثلاثه اربعه خمسه سته 7 0 1 وهكذا، هتبتدي ان هو يحصل كده. اخد بالك من الكاونتنج ده، انا ممكن ان انا اتحكم في سرعته على فكره عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اتحكم في الفريكونسي بتاعت المين بالس اللي داخله، بدل ما تبقى 1 هرتز انا هخليها لك 5 هرتز. 5 هرتز يعني السرعه انا ضربتها لك في 5. بص اللي هيحصل، 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا، بص بقت ماشيه بشكل اسرع وهكذا. طب ايه رايك انا كده عملت كاونتر بيعد من كام لكام؟ انا عملت كاونتر كده بيعد من صفر لسبعه. هو اشمعنى سبعه؟ لان انا حاطط ثلاثه فليب فلوب، ثلاثه فليب فلوب يعني اخرنا نوصل لكام؟ نوصل 1 1 1 1 1 1 دي بالباينري يعني كام؟ يعني سبعه. ايه رايكم يا جماعه لو انا حطيت كمان واحد، لو حطيت كمان واحد جي كي فليب فلوب تتذكر يعني تفتكر معايا كده هنوصل لحد رقم كام؟ هنوصل لحد رقم 15. اشمعنى 15؟ ما انا لو حطيت واحد رابع كمان جي كي فليب فلوب هيبقى اخرنا 1 1 1 1، اربعه 1s جنب بعض بالباينري، ده بيكفي كام بالديسيمال؟ 15. يبقى انا لو عايز اعد من صفر ل 15 يبقى المفروض كنت اعمل ايه؟ احط 1 1 1 1، تمام؟ طب افرض ان انا بقى عايز اعد، لا مش من صفر ل 15، انا كنت عايز اعد من صفر لحد مثلا رقم معين، من صفر لحد 9. بس خلي دي دلوقتي، انا عايز اوري لك حاجه تانية قبل ما نسيب الحته دي. فاكر لما قلت لك ان انا هاخد من الكيو بار واوصلها بالكلوك اللي قدامي، هاخد من الكيو بار واوصلها بالكلوك اللي قدامي، تفتكر معايا كده ايه اللي ممكن يحصل لو بدل ما خدت من الكيو بار انا خدت من الكيو؟ يعني لو مسحنا الخط ده من هنا ومسحنا من الخط ده من هنا، وكل الكلوك بقت بتاخد من الكيو اللي قبليها مش من الكيو بار. بص كده الكلوك ده هتاخد من الكيو اللي قبليها مش من الكيو بار. ايه اللي هيحصل؟ تعالى بس نبطئ السرعه شويه بتاعت التردد، بدل ما تبقى 5 هرتز اخليها لك ارجع تاني لواحد عشان نشوفه ايه اللي هيحصل. بص كده نعمل رن ونتعامل نتفرج. الكاونتر بدا بسبعه 6 5، الله الله ده بيعمل كده كاونت ايه؟ ده كده كاونت داون، هو كده بيعد من تحت، بيعد ديسندنج مش اسندنج. يعني ده معناه ان الربط بتاع كل فليب فلوب اللي بعده هو بيؤثر على عمليه الكاونتنج. يبقى انا لو خدت من كل كيو على الكلوك اللي بعديها فساعتها كده هو هيكاونت داون، لكن لو انا كنت خدت من كل كيو بار على اللي بعديها ساعتها كده هو هيكاونت ايه؟ هو هيكاونت اب يا جماعه. يبقى على حسب انت عايز تكاونت ايه تعمل اللي انت عايزه. وصلت كده الفكره؟
يبقى ده اللي هو كده ايه، اللي هو الشغل بتاع الكاونتر، او اللي هو الشغل بتاع الجي كي فليب فلوب. طب تعالى كده نعمل بقى حاجه تانية، ان انا عايز اعد من صفر لحد 15 مثلا. هتقولي بسيطه مش مشكله، ساعتها كنت هعمل ايه؟ ساعتها كنت هعمل بلوك كوبي اهو بالمنظر ده كده، اجيب كمان واحد جي كي بالشكل ده اهو بلوك كوبي، وابتدي ان انا احطه هنا اهو كده. يبقى انا ايه، ممكن اعد ال 15 واوصل من هنا لمين؟ لهنا. بس انا كده هعد بايه؟ بالعكس على فكره. طب لو انا كنت عايز اعد صح، لا يبقى المفروض بقى ايه، نرجع تاني ان انا اوصل ايه كل كلوك بالكيو بار اللي قبليها مش بالكيو. تتذكر معايا ده، لما نوصل بالكيو بار اهو، لما نوصل بالكيو بار ساعتها انت كده هتكاونت اب اهو، بوصل بالكيو بار ساعتها كده بالكاونت اب اهو. لكن طول ما انت بتوصل بالكيو يبقى ساعتها كده احنا بنكاونت داون كده. انا عد من صفر لحد 15، وساعتها بقى خد بالك انا السيجنال دي انا حابه مش محتاج بقى ان انا اخليها زيرو، لا ده انا هعملها ديليت واخد الاوتبوت الاخير ده اوصله فين؟ هو بقى اللي يخش هنا اهو. تمام كده يا جماعه اهو بالمنظر ده. تعالى كده نعد نشوف ايه اللي هيحصل اهو. بيعد اهو، استنى تسعه اي بي سي دي، بص كمل في الاخر. طب انتوا مش شايفين طبعا عشان السرعه كبيره فانا هخلي السرعه اقل شويه، اخليها 1 هرتز مثلا عشان نتفرج. بصوا كده اللي هيحصل، هو بيعد اهو 0 1 2 3 وهكذا. يلا بينا، ها 5 6 7 8، بص كمل اهو 9 10. طبعا هو مش عارف يكتب 10 عشان 10 دي محتاجه 2 ديجيتس، فهو كمل اي بي سي دي شبه ما كنا بنكمل في الهكساديسيمال لحد اف، ورجع تاني اف دي ليها 15 وبعدين رجع تاني. طب ايه رايك ان انا عايز اخليه يعد من صفر لحد تسعه بس؟ طب دي انفذها ازاي؟ لا دي محتاجه عشان تتنفذ محتاجه ان انا احط اند جيت يديتكت ان انا وصلت للرقم اللي انا عايزه، وساعتها يعمل ريسات هنا. طب انا هعمل ريسات ازاي؟ اه ما هو الجي كي بيبقى له انبوت كمان كده، بس هو مش موجود هنا، اسمه ايه؟ اسمه ريسات. ريسات دي يعني يبتدي انك ارجع تاني من الاول خالص. طب دي انا هجيبها ازاي؟ لا احنا هنا محتاجين نجيب جي كي فليب فلوب تاني اهو، جي كي فليب فلوب تاني، بس ان اللي هو فيه ريسات اهو اهو يا جماعه. فانا هبتدي ان انا اجيب ده مكان اللي احنا كنا شغالين بيه، يعني بص اهو اهو هجيب ده مكان اللي كنا شغالين بيه. طب تعالى كده نشتغل مكان ده. هو عنده مشكله ان انا حاطط واحد بنفس الاسم، فبص احنا هنمسحه ده. اوكي تعالى نعمل ابديت لده، سوري مش ابديت، هنعمل ديليت لده اهو. تعالى نمسح ده خالص، ايوه هو برضه مش قادر يمسح عشان لازم يمسحهم من هنا، مش مشكله. تعالى اهو نمسح، تعالى نمسح الكل، ما عنديش اي مشكله خالص اهو يا جماعه. نعمل سيلكشن، تعالى امسح كل ده ما يلزمنيش اهو، وتعالى نبتدي من الاول. همسح الجي كي ده من هنا ايوه، وهات لي التاني بقى اللي هو فيه ريسات، جي كي فليب فلوب التاني اللي فيه ريسات اهو كده نزل. تمام هبتدي ان انا اعمل نفس الرصه تاني، ادي واحد اتنين تلاته اربعه. اتفقنا اصلا عشان الشغل يتعمل صح لازم يكون كل الجي كي اللي انا حطيتهم دول كلهم يكونوا على مود ايه؟ على مود التوجل اللي هو فيه الجي والكيب كام؟ 1 و1. فلذلك انا هدخل له 1 هنا و1 هنا، نفس الكلام هقوم مدخل له 1 هنا و1 هنا. اوكي نفس الكلام هقوم مدخل له 1 هنا كده. انا خليت كل الجي والكي بكام؟ ب1، علشان لازم الكاونتر يكون في مود التوجل. هو اصلا الجي كي ده معمول عشان خاطر مود التوجل ده، ان الجي والكي لازم يكونوا كلهم ب1. طب بالنسبه للكلوك يا جماعه، فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنا اول واحد خالص ببتدي ان انا اعمل له الكلوك بايه؟ ابتدي ان انا ادي له انا البلصات اهو، ادي بلس اهي حديها له مخصوص هنا. تمام جميل. والبلس دي ما تنساش انك تخليها من 0 ل 5 فولت، والتردد بتاعها خليها ماشي 1 هرتز مفيش مشكله. طيب وبعدين كل بقى كيو، لا كل كيو بار بالظبط كده، يبقى هي مين؟ هي الكلوك اللي بعديه، علشان خاطر يعد ايه؟ يعد اسندنج، يعني يعد تصاعدي، يعد 0 1 2 3 وهكذا يعني. تمام؟ اهو بالمنظر ده، كده هو هيعد.
طب والاوتبوت بتوعنا احنا هناخدوه منين؟ من الكيوهات نفسها. حتى تعالى كده نحط نفس اللي هو السفن سيجمنت اللي احنا كنا بنحطها دي عشان نتفرج. فاكرين كده يا جماعه؟ اول بيت على اليمين خالص هي مين؟ هي اول كاونتر او اول جي كي فليب فلوب بيخش لها بالس، اللي هي اللي على الشمال من هنا. يبقى انا هقوم قافل ده، جميل، وهقوم قافل ايه على الكيو دي. يعني الكيو دي هي الليست سيجنيفيكانت بيت، ودي هي الموست سيجنيفيكانت بيت. وهقوم قافل ده على اللي بعديها اهو بالمنظر ده كده، واقوم اخد ده على اللي بعديها اهو يا جماعه. بس معلش كده بحب ايه اظبط الشغل شويه اهو. حلو كده، فين فين اهو. واقوم اخد ده على الاخير خالص، تمام، على اخر كيو عندنا. طيب هو كده المفروض هيعد ايه؟ 0 1 2 3 4 لحد 9 وبعدين a b c d e f. لا انا عايزه يعد لحد 9 بس. طب خلاص، يبقى انا اعمل ايه بقى؟ يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اجيب اند جيت. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، هجيب اند جيت من اند من اللي هي ليها 4 انبوت، وهتفهم ليه اللي ليها 4 انبوت. طب اهي اند جيت من ليها 4 انبوت، وابتدي ان انا اقول له ايه بقى؟ وابتدي ان انا اقول له لما نوصل لرقم 9 انا عايز اعمل ريسيت. طب انا هعرف منين ان انا وصلت لرقم 9؟ 9 دي لما بتكون بالترتيب كده من على الشمال 1 0 0 1، يعني لما من على اليمين هنا بقى، احنا اتفقنا الترتيب بالعكس. لما يبقى دي 1 0 0 1، لما الكيوهات دي تبقى 1 0 0 1 كده انا عرفت ان انا وصلت 9. يبقى اذا انا هحط اند جيت تو ديتكت نمبر 9، هيخش لها هنا بقى ايه؟ 1 اهي، خد بالك هيخش لها هنا 1 1. يعني ايه؟ يعني هنسحب من الكيو اهو 1، جميل، وبعدين 0 لما الكيو الثانيه دي تبقى 0. طب ما انا ممكن بدل ما اسحب من الكيو هنا واحط نوت جيت وبتاع، طب ما انا ممكن اسحب من الكيو بار، او ان انا اسحب من الكيو نفسها واحط نوت، يعني مش مشكله. تعالى ونعمل كده اهو، تعالى نحط نوت جيت علشان بس ما تتلخبطوش اهو. هجيب نوت جيت بالمنظر ده. يبقى دلوقتي ايه؟ لما الكيو دي تبقى بزيرو، يبقى ده معناه ان احنا محتاجين نحط نوت هنا واوصل دي على مين؟ على الكيو دي. يعني مش عايز، مش هاخد من الكيو بار عشان ما الخبطكش. فاتفقنا عشان نبقى زيرو ايه؟ لازم الكيو دي تبقى ب 1، ولازم الكيو دي تبقى بزيرو، ولازم الكيو دي تبقى بزيرو. يعني احنا محتاجين كمان نوت اهي، كمان نوت اهي. هتخش هنا وهتبقى اخده من الكيو اللي قبليها دي. اهي يا جماعه تبقى اخده من الكيو دي. وهنا بقى ما محتاجين ايه؟ يا دوبك بس الكيو بتاعت بس كده علشان الدنيا تمشي كويس اهو. هاخد من الكيو دي كده. الاند جيت دي هتشتغل في انهي كيس يا جماعه؟ لما الكيو دي تبقى ب 1 والكيو دي تبقى ب 0 والكيو دي تبقى ب 0 والكيو دي تبقى ب 1، يعني في كيس 9. اول ما تبقى 9 الاوتبوت بتاع الاند جيت ده هيبقى ايه؟ هيبقى ب 1. اخد انا بقى السيجنال اللي طلعت لي من هنا دي، اقوم رايح اعمل بيها ايه بقى؟ اقوم رايح اعمل بيها ريسات ليهم كلهم اهو. هروح اعمل بيها ريسات اهي، ريسات لده وريسات لده، اوكي، وريسات لده وريسات لده. تعالى كده نتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا نعمل ران. بيعد 0 1 2، انا متوقع هيوصل لحد 9 وبعدين يعمل ريسات. ادي 5 6 ركزوا 7 8 0. ايه ده؟ فين التسعه؟ هو خد بالك جاب 9، هو جاب التسعه، بس اول ما جاب التسعه راح طالع يجري عامل ريسات. يعني انا ما لحقتش اشوف التسعه. ومن هنا بقى احنا هنتعلم حاجه مهمه جدا، انت لو عايز تعد من 0 ل 9 يبقى نعمل ريسات عند 10 مش عند 9. انت حرفيا كده عديت من 0 ل 8 مش من 0 ل 9. طب انا عايز اعد من 0 ل 9، لا يبقى انت لازم تعدل بقى. طب هعدل ازاي؟ تعالى كده نمسح اللي هم الاسلاك دي تاني، علشان احنا دلوقتي عايزين نعد من 0 لكام؟ لا ده انا عايز اعد من 0 لحد 9. يعني ده معناه يا جماعه ان احنا باللي انتوا فهمتوه بقى هنعمل ريسات عند مين؟ احنا نعمل ريسات لما نجيب رقم 10. طب هو رقم 10 ده كان كام بالباينري؟
كان من الشمال لليمين هنا في الـ في الـ 7 سيجمنت 1 0 1 0، يعني ال 1 ده يبقى على اليمين خالص هنا عندنا، ما بالعكس بقى، تبقى لما دي تبقى 1، خد بالك بقى، يبقى لما دي تبقى 1 اهو، لما دي تبقى 1 ودي تبقى 0، طبعا دي تبقى 0 بقى، يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه واحده نوت كده، جميل اهي، ودي تبقى 0، اقوم اخدها من هنا اهي ومدخلها على النوت جيت اهي، ولما دي تبقى 1 اهي على الكيو دي، ولما دي تبقى 0، 0 يبقى ده معناه انها محتاجه ايه؟ تتوصل الاول ب بنوت الاول اهو بالشكل ده، بعدين اسحب من هنا على الكيو، يبقى كده انا ايه الاند جيت دي هتنور امتى يا جماعه؟ لما الكيو دي تبقى 1 والكيو دي تبقى 0 والكيو دي تبقى 1 والكيو دي تبقى 0، كده ده انديكيشن ان احنا وصلنا لرقم 10، رحت اخد السيجنال دي عملت بيها ريسيت، اتفرجوا كده اللي هيحصل. ادي هو بيعد 1 2 3، خدوا بالكم بقى التسعه هنا هنشوفها، لان ال 10 هي اللي هتعدي خطف مش هنشوفها، بص 8 بص 9، 9 شايفينها قلبت 0 على طول، بالمناسبه هي جابت رقم 10 بس احنا ما لحقناش نشوفها لان هي اتعملت ريسيت على طول، بدليل انه بصوا كده، بصوا كده بعد ما هتجيب رقم 9 هنا، بصوا على الخط النقطه الزرقاء دي، بص بص هي احنا مش لاحقين نشوفها، مش لاحقين نشوفها، هي سريعه جدا بس. فده كده ايه؟ ده كده ابلكيشن للكاونتر، كده احنا بنعد من صفر لحد 9. ده كده باختصار شديد اللي هو الموضوع بتاع الجي كي كاونتر، ده اللي هو الشابتر اللي اتشرح بعد كده يعني في ليكتشر 8 يعني، تمام؟ بس اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، لو في اي اسئله احنا مع بعض ان شاء الله، اشوفكم على خير ان شاء الله.